بنت العرزان والشاعر الأستاذ خليل شحرون. الموضوع الأول، من قبل نص الليل يسعد هالصباح، يا وجوه بوجوه المعدنا حاضية، حفلة الليل شعرها أمضى سلاح، مش حفلة سيوف ومعارك قاضية. موضوع هالليلة بأول افتتاح، وموضوع هالليلة بأول افتتاح، اللجنة عشوهر اقتراح وماضية بين التحرر والعصر والانفتاح وبين التقاليد العتيقة الماضية. أعني الموضوع الذي اختارته اللجنة للشاعرين إميل أبو شقرة وخليل شحرور هو بين التحرر والتقاليد. بيرق الشعر اللي مجدك ما انطوى، رفرف مع النسمات وسمايا الغوى. يا بيرق الشعر اللي مجدك ما انطوى، رفرف مع الأرزاب وسمايا الغوى. زنت اللي شالك زنت ماكن ملتوى، سلاح وعقل من منبع الحكم ارتوى. زنت اللي شالك زنت ماكن ملتوى، سلاح وعقل من منبع الحكم ارتوى. او يا ابو شقرة قدم حجاز ونوى، ما زال فكرك عام حاربتي نوى. لبطلك معلق على حبال الهوى، نقوك علة شعرنا قوني دوا. لبطلك معلق على حبال الهوى، المقوك علة شعر نقوني دوا. شفتك كبير السن وصغير القوى، وتيصير قدك أدنى بالمستوى. صقرت لك من العمر سبعة من سنين، وزيد بعمر الشعر ثاني مشي سوا. شعرا قدم حجاز ونوى، ما زال فكرك عام وحارة بيدي ناوى. لا
لطب لك معلق على حبال الهوى نقوك علة شعرنا قولي دوا شفتك كبير السن وصغير القوى وسيصير قدك أدنى بالمستوى تقرب لك من العمر سبعة ثمان سنين وزيد بعمر الشعر دا نمشي سوا بالعمر او بالقد اللي